باعتبار انكم ستغطيوا واحد يعني المهام اللي ما يقدروش يديروها بزاف ديال الناس الشرطيه، يعني تتعني الامن، تتعني يعني مواضيع كثيره اللي تصعب على المجتمع المغربي او المراه المغربيه انها تعمل بها. يعني عمل ديالكم عمل متميز وعمل يعني قليل المراه اللي تتبغي تنخرط في الصفوف ديال الامن الوطني. بالتالي يعني تنزكيو التضحيات ديالكم وتنتمنى العمل ديالكم. ايضا ملاحظه ديالي يعني دقيقه جدا، ان السي فخير والسي مرشد يعني تطوروا ومشاو جابوا لكم مدرسه، بمعنى انهم حتى هما راه دايرين في المحكمه. يعني في هذه المناسبه واحد العمل جيد. دابا غادي نطرقوا الكلمه ديال السيد المدير العام اللي تيوجهها لكم بهذه المناسبه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تخليدا لليوم العالمي للمرأة الذي هو مناسبة سنوية لتجديد الشكر والثناء لفئة النساء، يتشرف السيد المدير العام للأمن الوطني أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أطر وموظفي الأمن الوطني بأن يتقدم بأسمى عبارة التهاني وأصدق التبريكات لكافة نساء الأمن الوطني بمختلف رتبهن وأسلاكهن، متمنيا لهن استمرار التألق والسداد وموصول الصحة والهناء وموفور السعادة والعافية. وبهذه المناسبة يطيب للمدير العام للأمن الوطني بأن يعبر لكافة نساء الأمن الوطني عن خالص الشكر ووافر الامتنان لما يقدمن من أعمال جلية وتضحيات جسيمة في سبيل ضمان أمن الوطن والمواطنين وتوفير الأجواء الآمنة للتمتع بالحقوق والحريات، مبرهنات دائما عن حس مهني عالي ومتحليات بخصال نبيلة ومهنية متميزة جعلت منهن دعامة قوية وركيزة أساسية في توطيد الأمن وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لعموم المواطنين والأجانب المقيمين والوافدين. فالاحتفاء بالمرأة الشرطية وبالموظفات العاملات في صفوف الأمن الوطني هو تجسيد للعناية التي تحظى بها المرأة عموما، وهو أيضا تكريس للمكانة المتميزة التي تشغلها النساء في صفوف الأمن الوطني بعدما ولجت المرأة الشرطية عن جدارة واستحقاق جميع التخصصات الشرطية وكافة المجالات الأمنية بما فيها تلك المطبوعة بالتحدي ومقارعة الصعاب والمخاطر. فالله أسأل أن يلبس كافة نساء الأمن الوطني أردية الصحة والعافية، وأن يجعل التوفيق حليفهن في مهامهن الوظيفية وأوضاعهن الاجتماعية والأسرية، مؤكدا لهن بأن المديرية العامة للأمن الوطني تعتز بكفاءاتهن العالية وتتشرف بما يسدين من جميل العمل، ومجددا لهن الوعد بالعمل على مواصلة تحسين الأوضاع المهنية لأسرة الأمن الوطني نساء ورجالا، لأنها جديرة بذلك لما يقدمه نساؤها ورجالها من تضحيات وما يبرهنون عليه من أعمال جلية في سبيل إرساء الأمن وإشاعة الطمأنينة في ظل القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده. بارك الله في عمر سيدنا أمير المؤمنين وأبقاه ذخرا وملاذا لهذا البلد الأمين وخير سند وظهير لرعاياه الأوفياء، وحفظه بما حفظ الذكر الحكيم، وأقر عين جلالته بولي العهد المحبوب صاحب السمو الملك الأمير مولى الحسن وصاحبة السمو الملك الأمير الجليلة للا خديجة، وشد أزره بسموه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولى الرشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه للدعاء سميع وبالإجابة قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا نص الرسالة اللي سيدي.